يطل علينا في كل عام شهر لا يختلف عن بقية الشهور من حيث طلوع الشمس وغروبها، ومن حيث ما يرتبط بالأيام والليالي والساعات واختلاف الليل والنهار، ولكنه شهر عظيم، شهر يتميز بمجموعة من الأمور. هذا الشهر نسبه الله إلى نفسه. تصور جبار السماوات والأرض ينسب شهر رمضان إلى نفسه، الذي يجعل هذا الشهر مختلفا عن بقية الشهور مجموعة أمور. الأمر الأول أن أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض في هذا الشهر التوفيق أعز ما ينزل من السماء، ومعنى ذلك أنه قليل. ليس كل الناس يوفقون في أن يقوموا بما يريد الله منهم ليرفع درجاتهم. أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأعز ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص. فإذن التوفيق من مميزات هذا الشهر. هذا الشهر هو شهر المصير، يعني نحن في نهاية هذا الشهر إما أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله، وهي النعيم الذي لا شر فيه، خير لا شر فيه، لذة تدوم دائما. يعني تصور لو قيل لك أنك لو قمت بعمل معين فستعطى لك بناية أو يعطى لك فيلا وتعيش فيها مرتاحا سنوات، ألا تهتم بذلك؟ هذا الشهر يحولك من إنسان أرضي ربما إلى إنسان ملائكي، إلى إنسان سماوي. ربما تستحق الجنة على رب العالمين أن يوجبها لك على نفسه في هذا الشهر. هذا شهر المصير، الناس تختلف مصائرهم حينما يموتون من مؤمنين إلى غير مؤمنين، لكن هذا الشهر الله جعله فرصة لكي تتبدل ولكي تتغير.